مش هيسيبنا في اللي جاي ان شاء اكيد، الله. واحنا معاكم ونضم صوتنا لصوتكم. بشكرك يا دكتور، التوفيق الدواء ليكم اذا متوفر، وكل حد بيسمعني ويقدر يوفر لهم العلاج هبقى شاكر جدا. يا رب. مش عشان بس هم مجتهدين ومكافحين، لا، عشان هذه السيده العظيمه تستحق كل تبجيل واحترام. انا طالبه من ربنا يبعته لهم ان شاء الله. وانا يعني اسمح لي ربنا فاضل كل اقدم لك يعني درع ام واحد من الناس، اقل تقدير وتكريم. كفايه ان احنا تعبناك معانا، اقل تقدير وتكريم لحضرتك. كل سنه انت طيبه. وانت طيب يا دكتور. ويعني باقل تقدير احنا بنقدمه لك. ربنا يخليك كأم عظيمه. ميرسي يا دكتور حبيبي. قدرت ان هي تقف جنب اولادها الاربعه. يا رب يخليك تعيش. مصابين بضمور العضلات، وقدرت ان هي تنشئهم التنشئه الجميله وتعلمهم ويصلوا الى مراحل علميه متقدمه وماجستير وبكالوريوس. ربنا يبارك فيك. وانا يعني بشكرك مره ثانيه وبشكركم جدا. وانا حبيت اقدم لحضراتكم الام الجميله العظيمه الست مريم اللي شرفتنا النهارده ونورتنا النهارده، اللي هي نموذج فعلا للام اللي بتضحي بجد. ومهما اقول لكم حجم التضحيه عشان تقدر تخدم اربعه مصابين بضمور العضلات، مهما اقول لكم المجهود شكله ايه. فكل سنه وانت طيبه. انت طيب. كل عيد ام وانت سعيده. تعيش وانت سعيد. وربنا يديم عليك الصحه. تعيش. والستر والعافيه. وربنا يفرحك بشفائهم ان شاء الله. امين.